تواصل الكويت استعداداتها لتنظيم بطولة كأس آسيا لكرة اليد المقررة في التاسع عشر من يناير المقبل وهي أول بطولة قارية للعبة تنظمها البلاد بعد رفع اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف عن الرياضة القيتية وقال اتحاد اليد إنه بدأ تحضيراته الأولية للبطولة من خلال العمل على تشكيل لجنة عليا متخصصة لتنظيم البطولة مؤكدا في الوقت ذاته على توافر جميع الإمكانيات والقدرة على استضافة وإظهار هذه البطولة الكبيرة بشكل يليق بسمعة الكويت مبينا أن البطولة ستقام على صلاة الاتحاد ونادي الكويت ومجمع الشيخ سعد الذي سيكون جاهزا خلال الفترة القليلة المقبلة